نرحب بكل اللي انضموا لنا مرة ثانية، وخلينا دحين نروح لخليل اللي هو موجود بنادي سباقات الخيل وتحديدا على مضمار الملك عبد العزيز بالرياض. يسعد لي صباحك مرة ثانية خليل. خليل طبعا أنا شايف القعدة اللي وراك تجنن وتحفة، وطمنتني قلت لي هذا حيكون موجود على طول صح؟ مضبوط، حيكون على الأقل للسنوات المقبلة، ونصبح عليكم أكيد من جديد. ومسوينا يمكن في فترة أسبوعين غابة زي ما قلت أنا من شوي، وبس حاب أذكر أنه في فعاليات مصاحبة لهذه البطولة كأس السعودية، وهذه الفعاليات حيكون فيها الخط العربي اللي موجودة كان على قمصان اللاعبين، تكلمنا في فترة سابقة، حتكون على البنطلون الخاص في الخيالة مكتوبة في الخط العربي، بالإضافة إلى السدو وبالإضافة إلى الأزياء. والمميز في الأزياء أن في كل سباقات أو فروسية عموما يكون في أزياء نسائية ورجالية وغيرها، ويختارون أفضل زي، لكن هذه المرة حيكون أزياء خاصة بالهوية السعودية واللبس السعودي، وحيختار فيها أيضا أفضل زي سعودي ويأخذ له جائزة فيها كبيرة. عموما اليوم حيكون معنا أستاذ سعود بن سعد، وهو مدير سباقات الخيل والمشرف على الأسطبل الأحمر. يسعد لي صباحك وأهلا وسهلا فيك. حياك الله على الأجواء الجميلة اليوم، وما شاء الله مقبلين على حدث مهم جدا يومين، والأجواء اليوم ما شاء الله جميلة ويمكن تتناسب حتى الخيالة. ما في شك، الحمد لله هذا يوم جميل، ويوم إن شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يصير السباق على مستوى الحدث الكبير العالمي، لأن كأس السعودية ولد العام الماضي في نسخته، ولد كبير بشهادة النقاد بشهادة المواقع العالمية. فاز السباق العام الماضي بأفضل سباق في العالم العام 2020، فنتمنى إن شاء الله أن السنة 2021 تكون بحول الله وقوته من السباق العام الماضي وأفضل. يعني هو المغري فيه بس الجائزة والأسماء العالمية المشاركة، ولا في عوامل ثانية؟ في عدة عوامل كبيرة. أول شيء من فضل الله سبحانه وتعالى حكومتنا والسعودية يعني موقعها كبير من بين دول العالم، وهذا من فضل الله. ثانيا يا طويل العمر، السباق يجمع صفوة خيل العالم من جميع أنحاء العالم، يعني الشوط بكرة أفضل خيل من أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية، أفضل خيل من أوروبا، أفضل خيل من أمريكا الجنوبية. هذا بحد ذاته إنجاز كبير، أنك في الظروف اللي حاصلة الآن ظروف الأجواء أكثر من رائعة ومرة حلوة ومرة فظيعة. وأنا كمان يعني كانت لي تجربة ورحت هناك. خلينا نرجع لخليل. يجون، هذا ما في شك أنه يدل على مكانة هذا السباق عالميا، ولا في شك أن الخيل هذه اللي أنت تشوفها، اللي بيفوز من هالخيل بالمراكز الأولى أو الثانية أو الثالث بتكون قيمته السوقية أعلى بكثير من قيمته ما قبل السباق. يا سلام. طيب أستاذ سعود، إلى أي مدى يعني كأس السعودية عامل مؤثر وقوي في تطوير يعني عمليات الاستثمار الرياضي؟ طويل العمر، من تقريبا سنة أو 6 شهور يعني عشان أكون دقيق أكثر، كل الملاك على مستوى العالم يدورون حصان يشارك في هالجائزة. طبعا أغلب الخيل المتفوقة مملوكة عند ناس إذا هو مهيئ أن يشارك في كأس السعودية يقول لا ما أبغى أبيعه. أول شيء مناسبة عالمية وكبيرة، اثنين جائزة تعتبر أغنى سباق في العالم، ثلاثة اللي هو الأهم كل الخيل العالمية بتكون موجودة. فأنا لما تفوق حصان يتفوق على الخيل العالمية اللي موجودة في أنحاء العالم كلها اللي مجتمعة في سباق واحد، أبكون أنا الأفضل. هذا يؤثر إيجابا على قيمته السوقية فيما بعد السباق، لما يروح فحل بتكون سعر الشبوة حقته عالية جدا. ممتاز. طيب يعني المناهج التدريبية للفروسية إيش اللي حيغير فيهم كأس السعودية بالنسبة للخيال والمدربين؟ يا طويل العمر، بالنسبة للسعوديين عندنا من فضل الله سبحانه وتعالى ناس موهوبين جدا من فضل الله، وما في شك إن كأس السعودية بيبرز هالناس الموهوبين، لأنك احتكيت مع الناس المحترفين عالميا. يعني أنت بكرة يوم السبت عفوا، المدربين اللي هم أشهر مدربين في العالم اللي أنت تشوفهم في التلفزيون فقط ولا في الصحف، بكرة بتشوفهم على أرض الميدان. يا سلام. هذا يعطيك فرصة أنك تناقش، تتكلم، تشوف طريقة التدريب، ولكن هذا
يدعي ان احنا نفخر بالمواهب الموجودة عندنا كسعوديين، لا من خيالة ولا مدربين، ولا إن شاء الله على يقين بإذن الله أنك بتشوف المدربين والخيالة السعوديين كيف بتكون نتائجهم ممتازة حيل. ممتاز. طيب يعني حتى المشاهدين يبغى يعرفون اليوم اللي يبغى يفوز بكأس السعودية وش المطلوب من عنده؟ مطلوب والله طول العمر هي يعني لازم من الأسبوع الجاي يبدأ يبحث عن حصان تكون فيه مواصفات عالمية، والشيء الثاني بيكون طبعا بمبلغ وقدره، لأن الخيل الطيبة قليلة في أنحاء العالم ومع ذلك بتكون غالية، ولكن يحتاج بعد توفيق الله الفكر والاختيار الصح والمال. طيب نتوقع مفاجآت في السباقات، أنت كمختص ومدير سباقات الخيل؟ أنا ما أتوقع فيه مفاجأة، لأن الشوط نخبوي، هذه نخبة الصفوة، يعني أنت جايك 14 حصان من أنحاء العالم، هذول نخبة النخبة عندهم، يعني جايك أفضل 4 روس من الولايات المتحدة الأمريكية، من أوروبا حوالي 5 روس هذه الأفضل، من أنحاء العالم الأخرى البقية، من السعودية فيه راسين وهي الأفضل في الميدان، بطل كاس مولاي خادم الحرمين الشريفين، والحصان الثاني لجريت سكوت اللي إلى الآن من فضل الله ما يعني كسبان 3 سباقات وكلها حقق الفوز فيها وبرياحية. شيء مشرف أنتم تقدمون الأستاذ سعود بن سعد المشرف العام على الإسطبل الأحمر، بالإضافة إلى مدير سباقات الخيل، الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم. شكرا شكرا على هذه الأجواء الجميلة اللي احنا دائما نتكلم عنها، وبانتظارك غادة أنت وسمح تشرفون هنا وتسوون لنا الزي الحلو كذا السعودي على أساس تفوزون بجائزة حلوة. خليل، يمكن يعني ضيفتنا المرة اللي فاتت الأميرة نورة الفيصل قالت أنه فعلا الزي حيكون من الأشياء المميزة في هذا الحدث، وأنه كل واحد يجي من خلينا نقول من منطقته، يعني مثلا أهل الحجاز يجي بالكرتة وبلبسه وبالسديري زي النجدي، وأيضا من الجنوب، فقالت لي حتكون مرة فرصة حلوة أنه كل واحد يجي يبين هويته من كل منطقة، فشيء مرة حلو. وأنصحك كمان يا خليل تجرب المطعم، أنا جربته كان يجنن. جربته ولا لسه؟ لابس أنا الحين، لابس أنا وضعي تمام. لا أنت وضعك تمام، قصدي المطعم، هل رحت جربت الأجواء هناك، تغديت فطرت ولا لسه؟ لا والله لسه. يلا بعد شوية الحين بروح، بس تخلص من عندكم بطلع على طول المطعم. أنصحك لأنه من جد القعدة هناك أصلا رائعة، والأكل تحفة، والفيو مرة حلو، واستمتع بالأجواء يا خليل، ويعطيك ألف عافية، شكرا لوجودك معنا اليوم من نادي سباق الخيل.